نروح برضو الخبر تاني، حيث أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية في لقائه بالنائب المسلم في البرلمان الأوروبي سجاد كريم الاتفاق على اعتماد مرجعية دار الإفتاء المصرية في البرلمان الأوروبي فيما يخص الفتوى وقضاياه، موضحا أن وفدا رفيع المستوى من علماء دار الإفتاء سيزور البرلمان الأوروبي لبلورة الأمور الإجرائية الخاصة بذلك، وأن دار الإفتاء لن تألو جهدا في تلبية متطلبات المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الهيئات الإسلامية المعتمدة هناك.